رحل عن عالمنا صانع البهجة والبسمة رسام الكاريكاتير مصطفى حسين. وتعد وفاة الرسام الكبير مصطفى حسين خسارة فنية كبيرة، فكثيرا ما انتظروا الملايين ليصنع البهجة والبسمة على وجوههم بأعماله التي اتسمت بالعمق والبساطة. مصطفى حسين لم يكن فنانا للمصريين فقط، ولكن جمهوره تخطى الحدود لتصل أعماله إلى جميع أرجاء الوطن العربي. أقامت عائلة الرسام الكبير مصطفى حسين رحمه الله سرادق عزاؤه في مسجد الحامدية الشاذلية، وتلقى العزاء في وفاته الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم مع أفراد عائلته من أسرته وأسرة دار أخبار اليوم.